نتوجه بالشكر الجزيل لكل المنابر الإعلامية على مستوى هذه الجهة التي تفضلت لتلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء التواصلي الهام، والذي نود من خلاله وعبركم إبلاغ الرأي العام التعليمي التربوي والوطني بكل المستجدات التربوية، خاصة تلك المرتبطة بالدخول المدرسي وطبيعة تنظيم السنة الدراسية، واللي في الحقيقة هناك مجموعة من التساؤلات عدة، منها ما عدد كبير منها تفضل السيد وزير التربية الوطنية في عدة مناسبات بتوضيحها والإجابة عنها. ونحن على مقربة من إطلاق الموسم الدراسي، أن نقول بأني أن الموسم الحالي ينطلق في ظروف استثنائية. هذه الظروف الاستثنائية يسودها ارتفاع نسبة المصابين بوباء كورونا، وما استدعى اتخاذ إجراءات خاصة من طرف وزارة التربية الوطنية تقوم على اعتماد أساسا على التعليم عن بعد كقاعدة، لكن يمكن أن نلجأ إلى التعليم التناوبي أو الحضوري إذا ما عبرت الأسر عن ذلك من خلال الاستمارة التي هي موضوع على هنا إشارتهم، سواء في الموقع الرسمي ديال الوزارة أو يمكن الحصول عليها كوثيقة تعبئتها وتسليمها إلى مدير المؤسسة قصد التعبير عن رغبته في التعليم الحضوري. احنا بالنسبة لنا كوزارة التربية الوطنية قمنا بتحضير كل الأنماط الممكن اعتمادها، سواء كيف ما بغات تكون الاختيار ديال الأسر، يعني مستعدين للنمط الحضوري اللي هو عادي، مستعدين للنمط عن بعد كيف ما جربناه سابقا لكن غادي نطوروه لأن عندنا اليوم تقويم ديال الفترة السابقة، ومستعدين أيضا لتنزيل التعليم التناوبي في جميع الحالات. كل نمط تركت صلاحية اتخاذه لإدارة المؤسسة التعليمية اللي بتنسيق مع مجلس التدبير اللي كترأسه السيد المدير، وتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الصحية، وتحت الإشراف المباشر ديال السيد المدير الإقليمي ومباركة مدير الأكاديمية. إذا احنا بالنسبة لنا كاين صلاحيات اللي تعطات لرؤساء المؤسسات من طرف السيد وزير التربية الوطنية لاختيار النمط الأنسب بتنسيق مع الجهات المعنية. والجديد هو أنه يمكن الانتقال من نمط إلى آخر بشكل سلس مع تطور الوضعية الوبائية. إذن قدر الله ارتفعت كنمشيو النمط المناسب، خفت كنرجعوا النمط، وبالتالي كاين هناك واحد يعني امكانيه سلسه للانتقال من نمط الى اخر اللي اساسي. ونحن يعني نستعيد الدخول المدرسي، وان الاسر عليها ان تطمئن بان وراء كل هذه الاشياء ما ماشي بوحدهم، وهذوك وليداتنا حتى حنايا ماشي هم وليداتهم، يعني بالوراثة احنا ولدنا بالتربية، لأننا ننشئ ونبني رجال الغد اللي هما يعني أبناء اللي غادي يقودوا المغرب، وبالتالي فهاد الغيرة وهاد الحب متقاسم مع هذيك الوليدات. الوزارة وفرت كل ما يمكن أن توفره لضمان الصحة والسلامة والتعليم، لأن هادو حقوق من يعني الخاصة بالطفل. الإدارة وفرت كل الآليات، التأطير غادي يكون إن شاء الله بالنسبة للجميع، سواء بالنسبة للإدارة التربوية بالنسبة للأساتذة من طرف السادة المفتشين اللي مشروعوا وغادي ينطلقوا في عمليات مهمة باش كل الأساتذة تكون عندهم الآليات ديال التعامل مع هاد الأنماط الثلاثة اللي هي الآن يمكن انتقلوا من نمط إلى آخر طيلة الموسم الدراسي. متمنياتي أن نتجند جميعا كمواطنين بعدا لمقاومة هذا الوباء، نقاوم اليوم هذا الوباء وإحنا متجندين وراء صاحب الجلالة، وراء الحكومة، وراء الوزارة الوصية اللي هي تتصارع على تنفيذ كل التوجيهات، وكنتمنى من الله التوفيق ويمر هذه الأمور بشكل عادي ويرفع الله الوباء وتعود الأمور إن شاء الله إلى وضعها الطبيعي. وشكرا لكل وسائل الإعلام مرة أخرى على كل ما تقومون به لفائدة المواطنين في هذه الظرفية. شكرا لكم.